كوكو لي غزال، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فو سالي بيان. الاحوال ديالكم تكون دائما مزيانه، ودائما البنات تكون طب طب طب. ربما تردوا البال لي انا كنهضر غير بشويه، لان وليداتي راه ناعسين دابا. هذه الوقيته ديال لاسيست ناعسين. قلت انا علاش لا ما بروفيتيش وندير لكم الحلوه اللي طلبتوها مني، والحلوه اللي لقات اقبال كبير 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 في الانستغرام وفي الفيسبوك. بزاف البنات ما نقولش لكم اللي داروا ليها لايك، يعني دار لايكاوها بزاف، وبزاف البنات اللي دخلوا عندي وطلبوا مني يعني لا غوسيت ما عطيتها لحتى شي وحده البنات. غنقول لكم علاش، راكم عارفين من عرفتي شحال من وحده دخلت عندي، راه اكثر من 20 وحده اللي كيدخلوا عندي كيقول لي مريم عطيني عافاك لا غوسيت، مريم لا غوسيت عافاك اختي لا غوسيت. ما نقدرش نعطيها لكم البنات كامله، لان راكم عارفين مع ماتين ومع ساره ومع الشغل، وعندي بزاف الحوايج كانوا مصدع عليا راسي، ما قدرتش نعطيها لكم. حيت الا كسبتها لوحده غادي خصني نعطيها للبنات كاملين. كاين البنات اللي كيقول لي اختي كتعطيها لمن بغيتي، علاش ما تعطيهاش لينا؟ قلت لهم شوفوا انا لحد الان راه لا غوسيت ما عطيتها حتى شي وحده في البنات. قلت لهم ان شاء الله غندير لكم فيديو ونحط لكم فيه لا غوسيت ديال حلوه اللي لقات اقبال، وهي حلوه البغونيا البنات اللي طيبتها وجات لنا، يعني اللي صوبتها، وما نقولش لكم بمقادير سهله بسيطه بمكونات يعني متواجده في اي بيت، ما غادي تعذبي فيها حتى حاجه، غادي نوريها لكم يعني كتصاوب بالزربه. كانوا جاو عندي الضياف على غفله وما عرفتش شنو غادي ندير نطيب، وصوبتها دغيا صدقت ليا ما نكذبش عليكم. يعني بالنسبه للبنات المبتدئات وحتى ماشي مبتدئات، انا درتها سامبل عاديه يعني غير بالشوكولات، ما درت معاها لا لوز، ما درت معاها لا قرقع، ما درت معاها لا بيستاج، لا حتى حاجه. نتوما يمكن تلعبوا وديروا فيها اللي بغيتوا من الداخل كما بغيتوا. هي حاجه وحده، يعني كنعتذر من البنات كاملين اللي ما عطيتهمش لا غوسيت. كما قلت لكم انا ما يمكنش نعطي الوحده ووحده ما نعطيهاش، الا عطيتك انت وعطيت الاخرى، الاخرانات اللي ما غاديش نعطيهم ما غاديش نحس براسي مرتاحه. هذاك الشيء علاش، يا اما غنعطيها لكم كامله يا اما ما نعطيهاش لكم. وانا في هذيك الوقيته ما غاديش نقدر نكتب لك انت ونعطيك ونعاود نعطي الاخرى ونعاود نعطي الاخرى ونعاود نعطي الاخرى. وانايا ما نكذبش عليكم ما كانش عندي الوقت، يعني كنت ملاهيه مع ولدي ومع بزاف د الحوايج مشاكل اللي شاغليني، غادي من بعد نقول لكم. راه حيت كاينين بزاف د الحوايج البنات اللي باقي ما شاركتهمش معكم، بزاف الحوايج اللي ما قلتهاش لكم، و قلت حتى تجي الوقيته نقولها لكم. كنهضر معكم هاد لا روج ليف مع عثمان وبين لي شنايفي زرقين كي جاكم مارس. ملي كي كنهضر جاني ولفت نشوف الغوز ونشوف الفيولي فومي، هذا جاني في شكل هاد لا هاد لا كولا. المهم ماشي مشكل. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نجي نشارك معكم هاد حلوه البغوني اللي ساهله ماهله. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نوجد المقادير، داكشي اللي خاصني، وانا معكم. انا غادي اليوم غادي نمشي ننزل عند جارتي الروسيه حيت عيطات لي الصباح قالت لي نزلي عندي في العشيه نشربوا كاس اتاي. اليوم البنات حنا في الويكاند عاوتاني، الشتا مازال بقى كتصب كما قلت لكم، راه دابا يومين ولا مع ثلاث ايام والشتا كاينه، الجو كئيب. وجارتي غدا غتمشي تسافر باش دوز النويل ديالها مع العائلات ديالها. كتعرفوا هنايا الناس اوروبيين يعني كيمشيو، اللي ساكنين في بلاد اخرى كيمشيو يعني يشوفوا الاحباب يشوفوا العائلات ديالهم باش يشاركوا معاهم هذاك الاحتفال ديال النويل ديالهم. وصافي هذاك الشيء علاش قالت لي جي منها نتشوفوا نهضر انا وياها في نفس الوقت باش نقابل ليها المشيش ديالها، حتى هي عندها واحد المشيش. وقالت لي المهم غتوريني فاش نعطي الماكله وتوريني بزاف بزاف د الحوايج. دابا شنو غادي نديرو؟ ندوزو من هادشي كامل ونمساو المشيشات. شنو غادي ندير؟ غادي نرجع لكم من بعد من وجد كل شيء وانا معاكم. المهم البنات غنبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذ واحد الصاله ديال بحال هكا ديال الدجاج اللي غندخلوها من بعد الميكرون. غادي ناخذ شوكولات اسود بحال هكا. انا داك النهار كنت خديت الشوكولات كان نوع ممتاز، يعني كانت ماركه مزيانه مختصه للحلويات. المهم هذا ماركه كما كنقولوا حنا الموانشيخ، ولكن واخا هكا حتى هو راه غادي راه مزيان. غادي ناخذ البنات 250 غرام، يعني باكيه كامله والنص ديالها ها هي، هذه باكيه وحده. وناخذ النص ديال هذا صافي، ها هو اصلا مقطوم يعني باكيه ونص. دابا هادو غادي نقطعهم بحال هكا باش يجيوني ساهلين في الميكرون ملي نذوبهم.
كما كيبان لكم قطعته بحال هكا. دابا البنات غادي نديروا عليه الزبده، 150 غرام ديال الزبده. من بعد غادي ندخلو نذوبو في الميكرووند حتى يذوبو لينا مزيان، مده ديال 10 دقائق. الا بانوا لكم في 10 دقائق باقي ما ذابوش، فانتوما حاولوا تزيدوا عاوتاني حتى تبان لكم داك الشيء ذاب وصافي. في هذه الوقيته البنات غنشد قالب اللي غيدخل الفران. انا عندي هذا ديال لي طارت هو اللي غنقدي به، وغادي ندير فيه درت فيه واحد شويه الزبده وندهن القالب ديالنا مزيان بحال هكا. دابا البنات ناخذ واحد شويه ديال الطحين. المهم البنات كنعتذر منكم لان بصراحه ملي كنت كنصور ما كانش كيبان ليا باللي الشعاع يعني ضرب ليكم وما كيبان والو، كان كيبان كلشي عندي انا عادي، حتى جيت كندير المونتاج عاد كيبان ليا باللي الشعاع يعني ضرب وما كيبانش لكم داكشي مزيان. المهم البنات هذا هو الخليط ديالنا ملي بعد كنخرجوه ديال الزبده والشوكولاط. دابا شنو غنديروا؟ غادي نحاولوا نخلطوا بحال هكا. صافي البنات ها هو، كتحاولوا تاكدوا ان كل شيء يعني تخلط مزيان، وهذاك يعني هذاك اللي دام ديال الزبده ما كيبانش، يعني كيبان كل شيء شوكولاط. دابا غنخليه على جنب وندوزو نديرو حاجه واحده اخرى، ماشي نكفحها كاع. غنديروا ثلاثه البيضات، ثلاثه البيضات البنات بحال هادو نوريكم، ها هما ثلاثه البيضات. المهم البنات دابا شنو غنديروا؟ غادي نزيدوا السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده خاصنا نديروا 150 غرام. انا البنات ما غنديرش 150 غرام لانني اصلا ما كنحملش الحلاوه، كما عارفين البروني في يعني راه اصلا الشوكولات غيكون حلو بزاف. الناس اللي عز عليهم حلاوه يقدروا يديروا 150 غرام ولا يديروا قل، ولكن الناس اللي ما كيبغوش الحلاوه بحالي فديروا كما غندير انا، ما غنكثرش السكر. تقدروا ديروها بلا سنيده، يعني سنيده ما ديروهاش، تكتفيو غير بالحلاوه ديال الشوكولاط، ولكن انا غنزيد واحد شويه فقط حقاش بصراحه كما كنقولوا الحلوه كثيره فيها السكر بزاف انا ما كنقدرش عليها. دابا غير تحل ليا نصها. هانتم بحال اللي تقولوا البنات درت معلقه، معلقه ما عامراش، هاد معلقه كبيره كاع ما عامره هي اللي درت فقط، يعني راه تقريبا بحال اللي ما درت والو. غنحلكوا هذا الشيء بعدا مزيان. من بعد غادي دير ساشي فاني، ساشي ديال الفاني، نكهه الفاني، ساشيه كامله البنات غادي نديرها. من بعد البنات غندير 60 غرام ديال الطحين، 60 غرام ديال الفرينه البيضاء او الدقيق الابيض. صافي غنزيدو بحال هكا نخلطو. المرحله دابا البنات غندوزو المرحله الاخيره وهو غنديرو الشوكولاط ديالنا بحال هكا. البنات دابا غادي نجيو نديرو البروني ديالنا نحطوها هنا. المهم غزلان ديالي ها هي الحلوه ديال البروني وجدات، من بعد ما خرجتها كتجي غزاله البنات، جربوها كتجي معلقه. يمكن لكم نتوما تزيدوا عليها الشوكولاط داك اللي كيكون مسوس كيكون دوائر تزيدوه من الداخل، الا بغيتوا تزيدوا معها اللوز، تزيدوا معها الكركاع، تزيدوا معها البيستاج، اللي بغيتوا تزيدوه معاه تزيدوه. الا بغيتوا عاوتاني تجيكم شويه عامره يا اما تكثروا المقادير او انكم ديروا قالب صغر من هذا ديالي باش تجيكم شويه غليظه. المهم انا درتها غير على هذا الشكل، وانتم من بعد تقدروا ديروا اي حاجه اللي بغيتو. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وليداتكم غادي يحمقوا على البنات، جربوها غادي تشوفوا.
المهم غزلان ديالي نسيت ما قلتش لكم واحد الحاجه بالنسبه للكاطو ديال البروني، يا اما كتاكلوه هكاك عادي يا اما كاين الناس اللي كيديروه كيحطوه في طبسيل صغير كيحطوا فيه بروني وكيحطوا لا كريم شانتي. كاينين اللي كياكلوه هكاك ناتور وكاين اللي كيدير معاه بحكم انا اليوم غندير معاه كريم انغليز. هو هذا كريم انغليز البنات كيجي زوينه، ديك الكريمه اللي كتكون تقريبا بلون كاسي، كتكون بحال هكا بلون كاسي، كديروا البروني في شي طبسيل وكتشدوا هذيك كتدخلوها للثلاجه تبرد مزيان ومن بعد كديروها هكا مزيان. انا كيعجبني ندير فيها هكا نكثر منها، وهذيك ساعه كتاكلوا بالمعلقه. ما نقولش لكم البنات يا سلام كي غزال غزال، انا غنعاود ندير نقربوا لكم بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش. هانتوما شفتوا ها هي نيت كامش كاع التصويره شي كيتكان بحال مع هذا، هذا نيت البروني اللي في لو لومبالاج بروني، وكديري بحال هكا فوق منه. جربوها البنات راه كيجي المذاق ديالو هائل هائل هائل، ما كتشبعوش منه غير هي حاجه واحده، حطوه في الثلاجه حتى يبرد مزيان وتفكروني. المهم غزلان ديالي دابا غادي نقول لكم السلام عليكم، ولكن قبل ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام الا كنتو باقي ما دخلتوش عندي الانستغرام. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي، راه كاين الا بغيتو تشوفوا البيجوات تشوفوا لي فولار تشوفوا داكشي اللي كنبيع. كما قلت لكم راه السنه ما بقى والو، الا بغيتو تفرحوا عائلاتكم فمرحبا بكم الف مرحبا. راه دايره تخفيضات اللي هي خياليه، يعني ما نقولش لكم تخفيضات اللي هي زوينه في متناول الجميع. راه ما بقى والو، يلا سلبي ودغيا خذوا داكشي اللي بقى. نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب، وما تنساوش ديروا ليا جيم. الحقل دائما كتشوفوا لا فيديو ما كديروش ليا جيم. كنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، كنموت كنحماق لكم غزلان ديالي، ونتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مح عليكم، سلامة.